معنا الأستاذ هاني الجزيري، رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، وأيضا رئيس مجلس إدارة جريدة المليون اللي على النت، ورئيس تحريرها أيضا كمان. أستاذ هاني الجزيري، برحب بيك. أهلا بيك يا أستاذ عادل. يعني الأول، أمنة نصير نفت حكاية البوركيني ده والكلام الفاضي ده، لأن الفنادق اللي عايز يلبس ينزل حمام السباحة بالمايو، وكلمة المايو لا تحتمل معنيين، يعني كلنا عارفينها. واللي عايز ينزل البحر في الأماكن الخاصة عنده المايو. طبعا شواطئ اسكندرية في البابليك حدث ولا حرج، وكله بينزل بالجلاليب، مش مشكلة، ما حدش بيقول اعمل حاجة، انت حر تعمل اللي انت عايزه. لكن في الأماكن المخصصة السياحية لازم نلتزم بالمعايير السياحية، ولا يبقى احنا لينا خط تاني غير ان احنا ننمي السياحة في مصر؟ رأيك ايه في الموضوع ده يا استاذ هاني؟ طبعا اكيد الاماكن السياحيه ليها خاصه الخمس نجوم واللي بيكون فيها اجانب لازم يكون ليها شكل معين، والكل يلتزم بالتعليمات اللي موجوده. اما بقى هتقول لي لا العرف ومش العرف والعادات والكلام ده جديد علينا وما كانش موجود قبل كده، وما اعتقدش ان هو، بس للأسف في بعض الجهات بتساعد على هذا، وده خطأ كبير جدا. يعني كل مكان له الوضع بتاعه، ما هم مش عارف في بيعتدوا مكان ما على فيش، المكان بالحرية الشخصية، ده يقول لك حرية شخصية. ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، بالظبط، ده في صمت أماكن ثقافة محددة اسمه. للسباحة فيبقى بلبس السباحة، دي ما فيهاش حرية شخصية إن أنا أنزل بالظبط كده، بجلابية. بالظبط كده. ما هو برضو والناس يعني الدول حتى بتضعف قدامهم، يعني برضو البنات اللي لابسه ما اعرفش ايه وهم بيلعبوا كره سله ولا كره طايره، ولا يعني ده مش واضح، يعني ما تبقى انت مش احسن من اللي قدامك. يعني اعتقد ان اللبس الرياضي لبس رياضي، لبس حمامات سباحه هو لبس حمامات سباحه، اللي مش عايز كده ما لا يمارس السباحه ولا يمارس الرياضه، او تمام. يعملوا لهم حاجه خاصه بيهم بعيد ما خالص هو عن البابليك كله خاص بيهم يا استاذ هاني، من غير ما نعمل لهم البابليك لا هم كله فرضوا اللي هي ثقافتهم، متاحة هم للناس فرضوا كلها، ما ثقافتهم. معمولة كده. ما هو ما انا بقول لك فرضوا ثقافتهم يا بيه. ماشي، ما وبعدين حدش عارضهم في ده، زمان كانت هو عايز النوادي يخش الاماكن الخمس نجوم ويخرب بيت الراجل، هو من لا حقه يخرب بيت الراجل. ما هو يا فندم من ساعه ما منعوا برضو المشروبات في بعض الكافيهات والمتنزهات، وهذا كان ده فرض ثقافة برضو، وكان في واحد بيلف على كل مكان ويقول لهم امنعوا الخمور، وكان يرفض الخمور ويمنعها، واخد بالك، عشان بيسمع كلام الشيخ فلان، وده خطأ يعني. تعدي على قوانين وانت الدولة عارف وتعدي على سلطة الدولة، الدولة بالظبط بتدي التصريح فرض وهو ثقافة يا بيمنعه. باشا، فرض ثقافة. ومنهم برضو تحدي على عمرو خالد واللي كان بيعمله، والاشكال الجديده بقى اللي هم بيعملوا اللي هم عايزينه يعني اللي عايزه ويتكلموا في فسادا التلفزيون في حاجه عقول ثانيه. الناس هو ده اللي احنا بنقوله. بالظبط ان انت بالظبط، بتدي فده 30 40 رأي، ابتديت تدي رأي واحد ومخصص، واللي خارج منه هو خارج الطريق ولا بد ان يرجع بالقوة، وده المشكلة. بالظبط بالظبط. العنف اللي ظهر واحيانا في المجتمع احيانا المصري بظاهرة التدين وتخدير الضمير، واحنا شفنا اهو في كفر الدوار النهارده او امبارح بيحصل ان في اسره بتعتدي على واحده ست وبتسحلها وبتعريها في الشارع، ومش طيب عارفين القضاء يعني لسه هيقول كلمته فيها ازاي. يعني مش عارفين، لان احنا عندنا خبره قبل كده ان تبرأ من فعل هذه الفعله في سيده ما بتبقى القرن. على يعني المشاع فما بتقدرش تحدد، ايه؟ عايزين شهود، بتبقى على المشاع فما بتقدرش تحدد، فبيبقى عايزين شهود، والشهود بيتنكروا او بيخافوا، واخد بال حضرتك، فبتضيع يعني القضيه. اكتر من رئاسة الدولة تبعت تحقيق والمباحث تقر ان الواقع حصلت، اكتر من كده شهود ايه تاني يا استاذ هاني؟ اما نشوف القضاء بقى في هيصنفها ازاي. النقد بقى، يعني علينا وعليك بخير بقى سنين تانية. طيب ماشي يا استاذ هاني، يعني بالظبط. خلينا في الواقع اللي احنا بتاعت فستان الجامعة، هل هي ايوه الوحيدة اللي بتلبس فستان في الجامعات المصرية او في جامعة طنطا على ادنى تقدير؟ يعني اتفضل. طبعا ليست هي الوحيدة، لان هو الموضة اليومين دول الفساتين، والفستان يعني كان زمان اكثر حشمة
من البنطلون، وانت عارف البنطلونات اللي ممكن يعملوا فيها. لكن هي البنت علشان متفرده في هذا الوقت وواجهت ناس متخلفه في نفس الوقت، فحدث ما حدث، والحمد لله انه حدث، لانه هو بيحدث بس دي جريئه انها قالت اللي حدث. في ناس بيحدث معاها وبتسكت. وانا مستغرب كمان من رئيس الجامعه اللي هو يقول لك لم تتقدم بشكوى. ده انت المفروض تشوف ايه اللي حصل من نفسك وتستدعي. ما هو بيقول لك احنا بندير الجامعه اداره مؤسسيه. يعني فين يعني ايه اداره مؤسسيه؟ يعني هو عشان يعني يحيل الموضوع للنيابه اداري يعني. وقدام النيابه طبعا الفتاتين اللي هم الملقبتين هينكروا كل ما نسب اليهم، وتبقى القضيه في شيء من الاخر يعني. بصوا يعني هم مش بالجرأه ان يطلعوا يقولوا لا احنا عملنا كده. لا طبعا هيقولوا لا، هيقولوا لا. فطبعا لازم عشان كدبهم كمان، واخد طبعا هيكذبوا البنت، كلهم هيكذبوا البنت اكيد. الراجل اللي لابس ولا مستحيل، محدش هيلبس نفسه تهمه يعني. ده تمييز ديني. وحتى اللي كانوا واخدين الواقع او حاضرين الواقع مش هيشهدوا. لا مش هيشهدوا طبعا. هو حتى لو الكاميرات جابت اتنين من المنتخبات بيكلموها، طب ايه يعني ما يكلموها؟ ما هم بيكلموها، ايه المشكله يعني؟ مش هيبان الصوت، وانت ايه دخلك بيها اصلا؟ يعني الراجل اللي بيديها البطاقه اللي في تعامل بينك وبينها انك انت بتديها البطاقه. ما هو هينكر انه قال الكلام ده. ما احنا جبنا إيه؟ اخرها اهو يا استاذ. طبعا طبعا الامر طبيعي الانكار، امر طبيعي الانكار، وهم كده كذابين. يعني هي بحاله الموضوع للنيابه بدون التحقيق الجامعه فيه، معناه انه يعني اهو انا عملت اللي علي. الجامعه هتحقق؟ لا هي ممكن تتقدم بشكوى بعد كده، بس يعني لما ياخدوا اقوالهم في الجامعه هي ممكن تتقدم بشكوى او ببلاغ. وتحيات تستنى تحيات النيابه. بالظبط. وتقارير وبعدين نبقى نحقق اداريا في الموضوع، وطالما النيابه ادت لا 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 خلاص لا لا. مفيش جرم، الاداريه برضه هتدي نفس الوضع. الاداري الاول يا استاذ علشان نثبت الواقع، وبعد كده نقدم بلاغ للنائب العام، واخد بالك، او المحامي العام عندهم في طنطا. هي اهانت كل اهل اسكندريه، اهانت المسيحيين، اهانت البنت المحترمه اللي هي محترمه اكتر منهم بمراحل طبعا، لان هم عايشين في تخلف وفي هو مستشار نجيب ابراهيم قال الجريمه ارهابيه. هو ارهاب البنت، هم قاصدين ارهاب البنت طبعا. بالظبط. وتنمر، ارهاب البنت ده معناه ان الامن الوطني لازم يكون بيتحرك. طب هيتحرك ازاي؟ الامن الوطني هيعمل ايه في واقع زي كده؟ هيروح لهم فين؟ يعني هو الخط بيقطع. ممكن تشوف حته كده يكون فيها ارسال بس عشان النت ضعيف اليومين دول. انا عارف كده كويس؟ اعتقد كده كويس، اتفضل. طيب الامن الوطني يدور على خلفيه الست الملاحظه دي المنتقبه وبعدين احنا مش قلنا حكايه المنتقبات دول بقى ما لهمش وجود بقى ولا انا؟ ده في جامعه القاهره بس يعني، وفي التدريس، لكن في الاداريات ما يقدرش يمنحهم. يعني جابر جاد نصار، دكتور العظيم جابر جاد نصار، ما قدرش يجيب غير اللي بيدوا التدريس واثناء المحاضره فقط. يعني ما قدرش يخلع النقاب في العموم. طيب ده عايز بقى قرار نهائي عشان نخلص من الايه؟ عايز قرار سيادي. الاوضاع اللي قرار سيادي. قرار سيادي. ما هو بص هقول لستك حاجه. لا هو مش هينفع قرار سيادي، لان الرئيس مش هينفع ليه دخل في حاجه زي كده. لا لا، انما ممكن، واخد بالك، قرار اداري من مجلس الوزراء. ما هو سيادي برضه يعني، من رئيس مجلس الوزراء يبقى قرار سيادي برضه. انما ما ينفعش، اصل سيادي يعني الرئيس ورئيس الوزراء برضه. سيادي هيبقى من رئيس الوزراء برضه. ما رئيس الوزراء سيادي برضه. رئيس الوزراء ليه؟ عشان رئيس الوزراء تحت ايده الوزارات كلها. واخد بالك؟ ما هو رئيس الوزراء ينبه بقى في كل الوزارات، يا جماعه المنتقبه ما لهاش وجود في المكان. هل اللي بيخفي معالمه الشخصيه ده دي حريه شخصيه؟ احنا قلنا الكلام ده ان مش حريه شخصيه. يا فندم هنا في مصر للاسف جمعيات حقوق الانسان كانت بتقول لك قرار شخصيه لما صدر القرار قبل كده. العجب العجاب، ويقول لك دي حريه شخصيه. طب وحريتي انا الشخصيه ان انا اشوف ايه؟
ان انا اعرف مين بيكلمني. افرض قلت اداب علاء، افرض ممرضه ودخلت عملت اي حاجه وانا مش عارف، وهو كلهم منقبات. وقبل يعني كده حصل خطف اطفال بالمنتقبات، وحصل هروب الاخوان المسلمين من رابعه بالانتقاب باللبس المنتقبات، وحصل جرائم قبل كده بالمنتخبه، وكان اقربها كانت جريمه موجوده ان واحد سلط واحد على مراته وراح بالنقاب وقتلها. بالظبط، ده لسه قريب. يعني النقاب بقى وسيله للتخفي لعمل جرائم. بالظبط، يبقى لازم تجريم النقاب من الاخر. خلينا نتكلم بقى كلام محدد. يبقى ده محتاج لقرار ايه سيادي، سواء من الرئيس، من رئيس الوزراء او من البرلمان. البرلمان اصله يا بي اللجنه الدينيه موقفه كل حاجه في البرلمان. لا بس قالت يعني في ايجابيه اهو للبرلمان بتغليظ العقوبه في التحرش. اهلا وسهلا. لسه مشروع قانون بس لسه ما يعني اهو على وشك يعني. يا استاذي عشان التحرش بقى زاد بزياده بقى، وبقى شكلهم هم عرق. ده مجلس الشعب. انا بقولها لك بامانه، انما هم كده مزودينها قوي. كل تحليلك من جامعه رئيس الجامعه وموقفه، هل ده موقف ايجابي زي ما الناس شايفاه؟ شوف حضرتك، هو رئيس الجامعه يعني بيرتعش وهو بياخد قراره. مرتعش من ايدي المهتزه يعني. طبعا لانه عايز اقول انا يعني اذا ما كانش هو منهم على النيابه، اذا ما كانش هو منهم ايه فهو يخشاهم، لان ده هم مالين يعني الجامعه، لان هم اكيد واحده منهم يعني، لكن هو ممكن يبقوا الاثنين كمان. بالظبط كده، ما انا بقول لك اذا ما كانش منهم يبقى بيخشاهم. سؤال الرد على سؤال مفيد فوزي، هل هي محتشمه ولا لا؟ شايفها انت ايه كرئيس جامعه؟ فبيرد بيقول طبعا هم لو شايفينها غير محتشمه ما كانوش دخلوها يعني. لكن رايه الشخصي ما قالوش، قالوا راي الناس اللي دخلت وخرجت. لكن رايه الشخصي كاب ورئيس جامعه ومعلم ما اتقالش. ما اتقالش، ما حدش قاله. عايز اقول لك حاجه، ده رد ابوها. فاهم؟ هو ابوها قال لو بنتي مش محتشمه ما كانش الامن دخلها من قطر. ده رد ابوها نفسه حضرتك. فهو بيقول رد ابوها. فهو خد كلام ابوها لكن رايه الشخصي كهو كاب ما قالوش، لان معناه ان هو ضد ده. لا ما هو بيقول لك خايف يصرح باي شيء، هو مرعوب. او مش خايف، بيجامل. ما احنا الفكر السلفي بقى في ناس بتجامله. حتى طبعا. الازهر بيجامل الفكر السلفي. يعني يطلع الدكتور احمد كريمه ينسف الفكر السلفي، يطلع الاستاذ عبد الله رشدي يأيد الفكر السلفي. فاحنا مش عارفين موقف الازهر ايه اساسا كمان. عبد الله رشدي، الدكتور احمد كريمه حاجه وعبد الله رشدي حاجه، بس المشكله ان الناس بتسمع للاشكال دي. يعني ما احنا احمد كريمه راجل موزون، لما يطلع الاعلامي او المسؤول الاعلامي عن الازهر ويقول كلمته، البلبلة خلاص تختفي من عند الناس، ويقول كلمته واضحة وصريحة يا استاذ هاني. الراجل بيقول كتير، احمد كريمة ما بيبطلش قوالة. بس هو هل هو المسؤول الإعلامي عن الأزهر؟ هو بيقول رأيه. مين بيسأل؟ هو بيسأل ولا مين بيسمع؟ لا بيسأله يعني. والأزهر يمتنع كثيرا ويطلع الناس اللي هم غير متحدثين رسميين ويقولوا الكلام ده. أنا شايف إن أحمد كريمة يعني مظلوم في وسط الناس دي كلها. بيني وبينك طبعا يعني. ولكني انا ضد الراي الديني طبعا، لكنه راي موجود يعني راي الديني، ان هو ينفي راي ديني اخر ده مش مشكله، دي مشكلتهم هم. انا عايز راي علماني، راي مدني، راي الدوله. رأي ايه في الموضوع؟ انت لابسه الهلاهيل اللي انت لابساها دي، ما حدش قال لك حاجه. سيبي بقى، واخد بالك، الناس تلبس اللي هي عايزاه وما تكونش شعب الناس. ما حدش قالك الكلام ده. الكلام ده جاي متاخر يا استاذ هاني. يعني تلاقي البنت من فوق شكل ومن تحت شكل ومن نص شكل، يعني عامله زي البلياتشو. هم مش عارفين ما يحدث في تركيا النهارده. كان في ايه في تركيا؟ مش كان رافع العلم المثليين في تركيا ومظاهره في الشوارع التركيه. وطبعا يعني المنظر مش علماني، اباحي. مش اول مره تحصل في تركيا ده، اباحي يعني، انا لا اقبله. ومع ذلك تركيا قبلته وعملته.
ده مش أول مرة على فكرة، دي أيوه، أكتر من مرة هو حصلت في بيخاطب تركيا. الغرب بلغتين، في عنده يقول له أنا عندي ده وعندي ده. وهو أنا عايز أفهم بس، يعني هل هو حكاية المصريين دي هي الحاجة الوحيدة اللي يقدر يخاطب بها الغرب؟ لا، هو بيخاطب يعني نوعية معينة من اتحاد نوعية اليسار معينة مع بالظبط، الوسط، على أساس إن إنما هو الغرب يخش بيرفض السياسة حاجات من هذا كتير من هذا المعترك يعني. الشكل. بيرفض في حاجات كتير من هذا الشكل، يعني ده الغرب ما عنده هوش فيمينيست المصريين كمان بس. يعني، في حاجات كتيرة قوي صعبة قوي في تركيا. انا بس عايز احيي البنت حبيبه طارق طبعا واقول لها انت موقفك يعني حط، يعني الموقف اللي انت تعرضتي ليه ده حطك في مصاف الشخصيات الهامه في مصر، ويجب ان تتبنى القضيه بنفسها. هي صغيره بس لازم الناس اللي يقدروا يعضدوها ويساعدوها يقفوا جنبها ويفهموها تعمل أسألك ايه السؤال اللي اتسأل فيه رئيس الجامعة، هل ترى شيء خادش للمجتمع في فستان فتاة جامعة طنطا؟ انا شايف انه محتشم زياده عن اللزوم. محتشم جدا يعني، محتشم زياده عن اللزوم. ما هو يعني محتشم ايه في جدا ايه؟ يعني، نخليها محتشم جدا ما يعني. لا، وهي مزوداها كمان، البتاع طويل والكم تلتين. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ولا انت الشعر يا عشان أستاذ وحشه هاني، وجربانه؟ ايه؟ ينقصها الشعر الشعر بس، بيحرق دمهم. يعني تغطية الشعر. للاسف بيتحكم فينا، عايزين يفرضوا ثقافه سخيفه علينا الناس تتخلص منها واحنا ما زلنا متمسكين. والمشكله ايه؟ المشكله ان هم ما لهمش وزن. يعني المشكله ان الناس دي ما طب لهاش وزن ولا فكر ولا هقول لحضرتك حاجة، يعني الجامعات المصرية فيها فساتين، مش ممكن تكون هي الوحيدة اللي بتلبس فستان. هل طبعا بيتعرضوا لده وما طبعا. بيقولوش؟ هو ده النقطة يعني، هل فعلا اللي بتلبس فستان وزي ما بيقولوا شعرها موجود، هل ده بتتعرض لده من بص يا استاذ المنتقبات أو من عادل، الأساتذة أو الملتحين أو بص يا استاذ عادل، أصحاب الذبائب أو بص يا حاجة استاذ كده؟ عادل، اي واحده، اي واحده مش لابسه حجاب بتتعرض لافظع الشتائم في الشارع وفي المترو وفي وسائل المواصلات وفي المدارس وفي الجامعات لمجرد انها فقط غير محجبه. من هذه الاشكال العجيبه، الكائنات الغريبه دي، انما ده موجود في كل حته، وفي بنات كتير قوي بتتحاشى تمشي في الشارع بسبب هذه المناظر أو تتحجب، يبقى وهؤلاء. محجبة غصب عنها يعني. لا تلاقي المؤدب فيهم يقول لها يا بنت استري نفسك، يا عم وانا ماشيه عريانه؟ ايه في ايه؟ ما تخليك انت في حالك. لا، هو مش عايز ما يبقى انا في كمان حاله، مش زي لأن في عنده في فقه برضه لازم تغيره بإيديكو. الفقه يا باشا تنفذه على نفسك فبقى مش ضد على الناس. القانون بقى الراجل، الراجل مش عارف يقول اللي هو إيه بقى، يمشي بالفقه، يروح للزاوية يلاقي الفقه هو اللي شغال، ولما يروح الشرطة يلاقي قانون وفقه. لا، في قانون بس انت قانون الفقه يعني فعلا. ما تزودهاش شوية، في قانون يا عم أحمد، ما ينفعش كده. ما انا مش عارف ايه القانون اللي فما بيخليهم ينفعش يصلوا كده، دي التهاوي في رمضان. ما يعني ده ما بيطبقش اسمعني بس القانون، الحته ده دي يا استاذ بينصحوا عادل، يعني. اسمعني في الحته دي. اتفضل. ما هو القانون الذي الصادر اللي بيقفل القهاوي في رمضان او يخليك تعمل ساتر حوالين القهوه؟ ليه؟ ايه القانون هو؟ اطلع كده وقول لي ايه هو القانون؟ قانون الجهار، لا، هتلاقي بقى الإفطار جهارا معنى في رمضان. للكلمه بتتفسر، ما هو عرف، عرف معنى للكلمه الإفطار جهارا بتتفسر. في رمضان ممنوع. ما كان ما يا سيدي ما هو ما كانش موجود، طلع العرف ده امتى؟ العرف ليه؟ ده، لا العرف ده موجود من زمان لا، ما في كانش القهاوي موجود في في المناطق الستينات الشعبية، والسبعينات. صدقني من زمان موجود. هو انا بس ما كانش عمري ما موجود في شفتها الفنادق الكبرى اللي هي الخمس نجوم والحاجات دي. والله، في وسط البلد وفي شبرا وفي الحتت دي ما كانش فيها الكلام ده. كان في يعني الناس القهاوي اللي هي فيها بتقفل الصبح أغلبية عشان الزباين قليلة، في المناطق اللي فيها الزباين أغلبية قليلة. مسيحية يعني. لا، والله ابدا، ده هو وسط البلد انما هو كان زمان كان بيحطوا المقاهي شادر بتقفل برضو من الصبح. زمان يعني. لا، كانوا بيقفلوا الصبح علشان عموما ما أنا مش فيش. ضد ده كمان في رمضان يا أستاذ هاني، أنا لو هم عايزين ده علشان نحترم خصوصية الصيام أهلا وسهلا، مفيش نحترم مشكلة ايه يا فيه. باشا؟ لكن انا بقول هو انت على المنظر هتذلني العام، ان بصيامك؟ انت دلوقتي كل حاجه لازم احترم فيها اللي انت بتعلنه بغض النظر هو مع القانون ولا لا، هو دي النقطه.
انا شايف انه احنا محتاجين فتره طويله علشان نغير الكلام ده، ومحتاجين قرارات حاسمه. اولها ان الناس اللي تعرضوا للبنت دي يتحاسبوا تماما. يعني هل تقتنع، هل انت مقتنع انهم هيتحاسبوا؟ ده المفروض. لا مش المفروض، ثقة في المجتمع ومؤسسات المجتمع. هل أنت مقتنع أنهم هيتحاسبوا؟ لو كذبوا وأنكروا مش هيتحاسبوا. يبقى مش هيتحاسبوا. إحنا ما قلناش كده. يبقى مش هيتحاسبوا. إنما لو اتكلموا يعني عشان الموضوع في إيديهم. هو الموضوع في إيديهم. إنكر مش هتتحاسب. خليك معايا يا أستاذ عادل. اتفضل يا فندم. لو نكروا انتهينا. واخد بالك؟ يبقى هم بقى يحاسبوا نفسهم بنفسهم. انما لو هم فعلا اصحاب قضيه واصحاب فكر لازم يعترفوا ان هم قالوا الكلام ده. ولو اعترفوا يبقى نتحاسب. انما حسين كان هتعمل له ايه؟ هيجوا طبعا على البنت ويقولوا البنت اصلها سافره والبنت ما اعرفش ايه وهي بتتنمر بينا والعيال هتتقلب. بس لازم برضو يكون الجامعه تاخد موقف من الناس دي. على فكره الناس دي ممكن تكون مش على قوه الجامعه، دول موظفين جايين يراقبوا. منتدبين يعني ما لهمش اي علاقه بالجامعه. يعني جايين من ايه، من هيئه تعليميه ولا جايين موظفين من فين؟ لا مش شرط موظفين من اي حته. لا ما فيش حد بيراقب غير وزاره التربيه والتعليم يا استاذ هاني، بس اسمعني. لا يا باشا لا، اي موظفين. لا 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 ما فيش كلام. صدقني لازم من وزاره، لازم من الوزاره، مش شرط. وهم كمان في اداره الجامعه كمان، خلي بالك. ايه هم في اداره الجامعه، في اداره جامعه طنطا. يبقى الجامعه تصرف معاهم. الجامعه لا، حولتهم للنيابه علشان تخلي مسؤوليتها، ملهاش دعوه. استاذ هاني، انا نفسي بحلم بمجتمع يحترم الاخر، سواء هو كان مسلم محجب. يعني الانتقاب، موضوع النقاب ده انا ضده عشان امنيا غلط، لان لو صرحت الواحده بتلبس النقاب فعلا علشان هي تتحشم بالحشمه بتاعتها، هي حره. لكن في نفس الوقت في مجرمين بيستخدموا هذا اللبس ويعملوا جرائم، وثبتت برد الفعل. انما هي عايزه تحتاجب، تلبس طرحه، تلبس اي حاجه، حره، مفيش مشكله. لكن لا تجبر على فعل ده. المجتمع المصري بيجبر، احنا عندنا مجتمع ريفي يا استاذ هاني. فايه الحمايه؟ ايه الوسيله الحمايه؟ ما كانتش في القياده السياسيه والقرار السيادي، هنجيب الحمايه من فين؟ بص يا استاذ عادل، الدوله مش هتقدر تعمل حاجه كده الا بتغيير الفكر فقط. عبد الناصر لما سالوه، لما الراجل بتاع الاخوان قال له عايزين نحجب، نفرض الحجاب، قال له انا ما اقدرش افرض الحجاب على 8 من دون 6، عشان عبد الناصر كان مش كانش مقتنع ان هو يفرض. لكن السادات كان مقتنع انه يفرض. في حاجات لا يمكن يعني تفرض على الشعب الا بالفكر. يعني ما ينفعش بكره يقول لك الكل يلبس حجاب. هو تقتنع ان لما واحده تتشتم وتتهان من اسرتها مش هتستجيب للحجاب رغما عنها؟ ده بيلبسوه غصب عنه. طيب يعني يبقى هو ده ضغط ولا مش ضغط؟ يعني يبقى محتاج لقرار سيادي علشان حريه المجتمع. هي مش موجوده، ما هو اهو بيتضغط على صاحبه فستان ابوها موافق، فهيتضغط عليها وعلى ابوها عشان تلبس الحجاب. وهفكرك وهو ده اللي هيحصل. عامة هي راحت النهارده بتيشيرت وبنطلون جينز. هي انا بشجعها يعني طبعا، وبشجع غيرها. مش انهم يبقوا في يعني اغاظه، لا، انت اللي انت مقتنعه بيه اعمليه، واحمي نفسك بالقانون واطلبي الحمايه بالقانون. لان هيبقى هم كده هيبقوا بيتحدوا المجتمع الريفي، وفي في حد ذاته ده شيء من من في صعوبه للخوض في هذا المجال. يعني بالظبط كده. ولازم تحت اي وضع، ما دام الموظفه دي تم اتهامها او حتى حطت نفسها في هذا الوضع، لازم يكون في على الاقل خصم او نقل او ما بناء على اقوالها. يا استاذ هاني، ما هو المتهم بريء حتى تثبت ادانته، حتى لو ما فيش اقوال هنقلها. لا لا، يعني مفيش اقوال هيبقى تعسف، لانه لازم اقوال ومواجهه وحاجات كده يعني. وحتى لو لفت نظر، هي شيء من الانصاف للبنت يعني، لكن هي هترسي على كده في الاخر يعني.
رغم انها جريمه ارهابيه زي ما وصفها بعض الحقوقيين يعني. فتخيل جريمه ارهابيه يبقى في الاخر ممكن ترسى على لفت نظر، يبقى شكلنا صعب قوي يا استاذ زين. يعني اعتقد ان العقيده السياسيه للرئيس السيسي ليست كذلك، ولا لرئيس الوزراء ولا للوزراء، لكن في استجابه للفكر السلفي في مصر بطريقه يعني بطريقه صعبه. يعني هل ده يعني ده ان خلاص احنا المصريين ادوا عقولهم لبعض الشيوخ ولا لبعض طبعا طبعا يعني ولسه هل انت بتسال دلوقتي؟ ده الكلام ده من 40 سنه شغال. ما هو ده من مساوئ حكم حسني مبارك اللي طول عمره خايف من الـ من القوى الدينيه من يوم المنصه وهو متجنبهم. فطبعا تراكمت الظروف. انت فاكرها بس ايام السادات؟ ده السادات كان بيجح وبيتكلم بجرأه، ها، وكان بيديهم البرميشن. لكن حسني مبارك ما كانش بيمد ايده في حاجه. هو ايه اللي حصل لنا دلوقتي؟ العشوائيات اللي حوالينا دي ايه سببها؟ ايه التراكم. وده من مساوئ حكم حسني مبارك اللي احنا قاعدين نهد ونبني والناس مش عاجبها. يعني ما الناس مش هيعجبها اي وضع طالما اعتادوا على الوضع. أي يعني لو الناس تغيير هم بتشرب مش من بركه عايزينه. كلها امراض وجيت شلت لهم البركه واديتهم حنفيه يقول لك لا الحنفيه قليله، البركه كانت كبيره. يعني هي كده بالظبط. تاخدوا من عيشه صفيح تسجله كوريا في الجنوبيه محترمه لما غيرت يقول لك ثقافه الناس غيرتها بالقانون وبالدوله وبالقرارات السياديه. هدم كل العشوائيات في كوريا الجنوبيه كان بقرار سيادي من الدوله، وكان بيطلعوهم بالعافيه لا وبالشرطه. كوريا الجنوبيه فيها واحد بيموت ما بيتفا يعني. لا كوريا الشماليه تقصد، انا بتكلم على كوريا الجنوبيه. انت بتتكلم على كوريا الجنوبيه؟ طبعا بتاعت هونداي وسامسونج، ايوه وصلت لهونداي وسامسونج من بالظبط. احدث عربيات منافسه للسيارات الامريكيه والاوروبيه، وايضا منافس للايفون. احنا ابتدينا معاهم. هم ابتدوا معانا. هم ابتدوا معانا للاسف معنا. للاسف. واحنا كنا متفوقين عليهم. هم بس هم عرفوا بالقرارات السياديه يوصلوا للتقدم، علشان كان في فرق وجابه كبيره قوي وعرفوا يخطوها. بالظبط بالظبط. احنا محتاجين قوانين سياديه يا استاذ هاني علشان تحط نقط فوق الحروف. تزعل الناس مني. ما هو احنا ما عملنا دستور ليه؟ مش جبنا ناس تعمل دستور؟ استاذ هاني في ناس يعني انا بتناقش معاك لان احنا ببرنامجنا حوار، يعني انا ممكن اسيبك تتكلم عادي، وده ده في ناس بعض المشاهدين بيقولوا لا حلوة. انت بتقاطعني. انا مش بقاطع، انا لا يا بتناقش معاه. احنا الدستور دلوقتي لو احنا سيبناه على اي حد يعمله، لا احنا جبنا 100 يشكلوا الدستور وادى بعض الايجابيات اللي موجوده فيه. فانا علشان انفذ الدستور بوديه لمجلس النواب، بشوف هل القوانين دستورية ولا لا، وإذا اختلفنا عليها بنروح للمحكمة الدستورية. اللي أنا بتكلم فيه قوانين السيادية، هل هي بتعدل؟ بتعدل. اتفضل رأيك إيه يا أستاذ هاني؟ اتفضل. طبعا القوانين السيادية بتعدل، بس أنت عندك مجتمع ديني، هي دي المشكلة. وإحنا بنقول إذا لم نتخلص من التحكم الديني هنفضل بهذا البطء وأكتر من كده كمان، لأن هو بيقفوا لك في كل تقدم. مش عايزين أي تقدم، مش عايزين أي تغيير، مش عايزين، لأن هم اللي كسبانين الأرض. هم اللي كسبانين الأرض. ثلاث أرباع مصر دلوقتي متحجبة. الأول ما كانش فيه ولا حجاب، أيام الجامعة عندنا ما كانش فيه حجاب نهائي. في السبعينات وبداية الثمانينات. فهم خلاص تحكموا، فتغير ليه؟ فهم بيقاوموك بكل قوة ومن وراءهم الدين. أول ما تقول حاجة كده يقول لك كافر. وقالوا ممكن يقولوها لرئيس الدوله. فانت هم لسه ما قالوهاش؟ قالوها طبعا. ومتبجحين، يعني الاثار كاسح ومتبجحين. ف لازم تتاخد بتغيير الفكر، لازم وهو على فكره هينتهي، لان التقدم العلمي هينهي كل هذا الكلام. كل الكلام ده تمام هينتهي. احنا لو بدانا تغيير الفكر، خلينا التقدم. واحده واحده. تغيير الفكر ده يتطلب وقت. طب ايه المانع ان انا طبعا اطلع قرار سيادي وبرضو امشي في تغيير الفكر، الاتنين يمشوا مع بعض، احمي الناس اللي عايزة تحمي الحرية العاقلة
اللي هي بتنادي بان احنا في فقدان من الزمن بيننا وبين الغير، علشان اوقف عدم يعني عجله الانهيار، عجله النزول الى العمق والحفر كمان في العمق. ده محتاج قرار سيادي ان انا اوقف وبعد كده ابتدي بالفكر اعلى، والاثنين يبقوا مع بعض يا استاذ هاني. ده حقيقي وده بيحصل بس ببطء شديد، لان بقول لك الموجه الكاسحه شديده. تمام. واذا كان انت بتنقله بقول لك من عشه صفيح لبيت محترم مش عايز يعني وبيقاومك، هو مش عايز. طبعا هي بقول لك حصلت قبل كده في كوريا الجنوبيه وتمت بتنفيذ القانون. يعني انا معاك، لكن هم في الاخر دلوقتي ايه بقى؟ كوريا الجنوبيه عمالقه الصناعه في العالم دلوقتي. طيب عندك يعني احنا يبقى احنا عايزين قرارات سياديه بيعملها لك. تمام يا فندم. اتفضل. لا، في حاجه تانية اللي انا عايز اقول، هل المؤسسه الدينيه عائق للمؤسسه الرئاسيه في تنفيذ ما يقال او ما يوصى به؟ اعتقد هي عائق. اتفضل. حتى لو كان هناك في الظاهر بعض النقاط المتفق عليها، انما من تحت لتحت في مقاومه. تمام. ما تخلينيش اتكلم اكتر من كده. خلاص، لا احنا خلينا في واقعة الفستان اللي ترسي على ان احنا عايزين ندي رسالة ايجابية لكل بنت محتشمة زي حبيبة، وتحية ليها وتحية لكل امثالها، وتحية كمان للي عايزة تلبس الحجاب عن اقتناع، بقول عن اقتناع، وانها ده حرية شخصية ليها، ما تتكلمش عنه مع الغير، يعني اقتناعها الشخصي بس. بالظبط، ما تلبس الحجاب براحتها براحتها، لكن انا برضو مع اللي جنبك بقى البس الحجاب، وضد البوركيني في الفايف ستار لانه ده بيمنع السياحه وبيخرب البيوت. ده مناظر غريبه. دي حاجات صعبه قوي. وصل لغايه فرنسا على فكره. تقفل الخمس نجوم والاربع نجوم وتخليها شاطئ ميامي والعجمي. فيعني لا، احنا ننادي طبعا بالخصوصيه في الاماكن السياحيه احتراما للمكان، لأن الأجانب لما يلاقي حاجة زي كده ممكن يقول لا ده فيه هنا إرهاب، يبقى رمز من رموز الإرهاب يعني. بالظبط. يعني البوركيني يبقى بالزبط. رمز من رموز الإرهاب. أستاذ هاني، كلمة أخيرة لتشجيع فتياتنا على إن لو حصل ليهم حاجة إنهم يبادروا فعلا بالشكاوي، والفيسبوك دلوقتي وأهاليهم يقفوا جنبهم، وأكيد الدولة هتقف جنبهم. اتفضل يا فندم. بس انا عايز اقول حاجه قبل كده. هل كلنا مثل الاستاذ طارق والد حبيبه، راجل مستنير ودافع عن بنته؟ في واحد تاني يقطم رقبتها ويجبرها. انما لا انت عشان انت مش بالظبط. لا، في ناس كتير قوي ابهات زي الاستاذ طارق، يعني احييه طبعا واشجع كل اب بيدافع عن بنته. هي محتشمه جدا، هي مصريه جدا، هي متحضره جدا، هي اقول ايه، جريئه وبجرأه المصريات الجميلات المحتشمات اللي بيقول حتى بجرأتها، في تواضع في جرأتها، وهي بتقول كل لفظ اتقال لها بالمعنى الحرفي، ما بتأولش. أيوه. ما بتقولش قصدهم. أيوه. كذا، ما بتقولش نيتهم كذا، هي قالت الجمل مش عن استحياء ولا بتعليق ولا بحاجه ابدا، هي قالت اللي وصل لها. ايوه، انا بطالب بحمله من الفتيات والسيدات المحترمات بلبس الفستان لمده 10 ايام ولا 15 يوم. انا عارف حضرتك بتخاطب المجلس القومي للمراه، يعني المراه عامه، المراه المصريه عموما يعني. ايوه، اللي عندها فستان، لان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه فستان، في بنات لسه صغيره ما تعرفش يعني ايه فستان لغايه دلوقتي، مع ان الفستان رمز الانوثه. احنا كنا زمان ما نعرفش البنت اللي بتلبس بنطلون دي، ولا انت مش فاكر؟ طبعا. انا يعني اعتقد ان حمله كان بيتقال عليها مسترجله يعني، مش كده برضو؟ فانا بقول انه ده كان في راي ديني يضحك كمان، يعني يقول لك كان لبس البنطلونات كان الراي الديني فيه يضحك، يقول لك متشبهات بالرجال، يعني متشبهات بالرجال. فكان طيب احنا مش عارفين دلوقتي مش عارفين دلوقتي هو انهي صح، ولا الكل منطقه، ولا الكل زمن راي ديني معين، يعني حاجه صعبه قوي. وهو المجتمع الحلو ده، معلش حته كده صغيره،
عندنا الصبيان كلهم لابسين شورتات، واخد بالك، واكتر من الشورت بشويه كمان، ومبين لي بقى رجليه كلها قرف، يعني نغطي البنت المحترمه، واخد بالك ازاي، ونمشي الواد بهذا الشكل. والله يعني شيء عجيب، شيء عجيب، يعني عيب قوي، وتلاقيه رايح بيك هنا ورايح بيه هنا وماشي. لا ده في الفن كمان انحدر دلوقتي، ومفيش تيشيرت، يعني كان الاول بيظهر بتيشيرت، دلوقتي من غير. يعني الرجل الرياضي بيظهر من غير تيشيرت وكأنه عضلات بس يعني. انا اما ده اتمنى برضو انه يعني مش فاهم انا، يعني هل حاجات ده برضو غريبة، حاجات ما غريبة. فيهوش استاذ هاني؟ احنا خدش محتاجين الحياة مثلا. لثوره فكريه في كل مكان، قصور بالظبط الثقافه، وزاره بالظبط. الثقافه والتربيه والتعليم اللي احتلها الاخوان والسلفيين، ومش عارف الدكتور طارق شوقي مش عارف يقول لهم ايه. ما اعتقدش ان ممكن في التربيه والتعليم يدرسوا حاجه غير عن الحجاب والنقاب، ما مش ممكن يدرسوا يقول لك لا البنت بالفستان هتبقى كويسه، صعب. رئيس الجامعه يا ما سيدي هم قدرش مش كان يقولها على الهواء. يا استاذ عادل، ما انت فاكر كانوا بعض المدارس في الارياف كانت بتفرض الحجاب على المسيحيات، أو حصل في محافظة قنا، حصلت كذا مره وطالبوا وكان فيها بأسلمة مشاكل. الفتاة، يعني بعد ما لبست بالظبط الحجاب طالبوا بأسلمتها، بقى بقت بتاعتنا خلاص مش بتاعتكم. بالظبط. فيعني لا، دي ده الله أمور يكون في عون بتحدث في الدوله كل المجتمعات والقائمين اللي لسه عليها. بتنهض، يعني مش عايز أقول كلمة تانية. لكن كلمة أخيرة للدولة المصرية اللي إحنا منها وبننتمي إليها وبنحبها، كلمة للقرار السيادي اللي ممكن يعدل، كلمة لوزارة الثقافة إنها تنشر الفكر المعتدل، كلمة للمستنيرين، كلمة موجهة لمصر من أستاذ هاني رئيس تحرير جريدة الملايين، بالاعتدال في كل شيء وعدم الاستهانة، بأن البنت دي لو ما خدتش حقها فعلا هيحصل فيه ردة جامدة قوي. اتفضل يا أستاذ هاني. طبعا احنا قلنا الحملة دي مهمة جدا، الحملة ان كل البنات تلبس فستان، اللي تقدر تلبس فستان تلبسه، ودي فرصة لعودة الشكل اللي معتادة تلبس الطبيعي. فساتين، يعني الكلام مش للمحجبات علشان ما نقولش ان احنا بنقول لهم اخلعوا الحجاب. اتفضل. يا عم ما في انا بشوف محجبات لابسة فساتين على فكرة ماشي، يعني عادي فستان، جدا. ماشي تلبس فستان وماله. ما فيش مشكلة يعني. وبعدين طبعا الدولة الله يكون في عونها، لان انا عارف ان الله يكون اعراف في عوننا الدوله احنا يا استاذ هاني، الدولة يكون في عوننا ايه؟ لازم تصدر قرارات سيادية، الدولة كده. يا استاذ عادل في حاجات صعب انك تصدر فيها قرارات سياديه، يعني علشان وزاره الثقافه هتعمل القائمين ايه على في التنفيذ كم عندهم قناعة السلفيين اللي هم بالسلفية، ما هي دي مشكلة تانية. يعني وزاره الثقافه هتعمل ايه في كم السلفيين اللي موجودين؟ ها؟ يعني زي يا استاذي الفاضل كنا بنشوف في دار المعارف، لما كنا بنشوف كتب انيس منصور ونجيب محفوظ ويوسف السباعي وطه حسين والمزني، كل ده اتشال وجاب لك بقى كتب عن الصحابه وكلها كده. الحمد لله الدنيا اتغيرت دلوقتي شويه تمام. في دار المعارف، لكن مفيش كتب عن التاريخ، مفيش كتب عن التاريخ المصري، مفيش، كان مفيش الكلام ده وما بيتعرضش، حتى بعدين لو التاريخ موجود من وجهة بالشكل نظر المكان. واحدة يا أستاذ هاني، يعني التاريخ الفرعوني، حتى التاريخ الفرعوني اللي احنا درسناه في الجامعة جينا لقيناه متغير هنا، يعني التاريخ المصري الفرعوني طبعا لقينا فيه نو. تغييرات ودكتوراهات حصلت ولتصحيح التاريخ، احنا في مصر ما صححناهوش لسه، ما فيش تصحيح للتاريخ، التاريخ كما فالتاريخ ده وضعه. بقى عايز يعني احنا عندنا التاريخ اللي اتوضع بعد ثورة 52 يا أستاذ هاني، تاريخ ايوه، بمزاج يعني. وزادت بعد كده كمان. طيب ما هو اسمه تاريخ بالمزاج. ده انا فاحنا عايز التاريخ نتمنى من الحقيقي وزاره الثقافه اللي انها فيه تتبنى تعارض، افكار يعني مثلا جديده. يقول لك ذكر الدكتور الفلاني في كذا في فلاني، حتى لو المتخصصين بس، يعني الاقي فيه نخبة عارفة. ايوه، وزاره الثقافه تبتدي تشتغل على هذا الوضع، وتبتدي تغير القيادات بتاعتها علشان تقدر تنشر الفكر الجديد. وزارة التربية والتعليم طبعا الراجل يعني بسم الله ما شاء الله غرقان في بحر من المشاكل، لكن عليه ان هو يكون في مادة زي تربية مجتمعية، تربية وطنية، تربية بأي شكل ما يكون، بس في أي تربية، يعني اقترحوا مادة أي الأخلاق شكل قبل من كده، الأشكال. اقترحوا مادة للأخلاق قبل كده وما تنفذتش.
ليه ما اتنفذتش؟ لان الاخلاق موجوده في الدين، فانت مش محتاجها. ما هو انت هتقول لي بقى الاخلاق موجوده في الدين ازاي؟ هي مش موجوده في الدين على فكره، هو الاخلاق ليس لها اي علاقه بالدين خالص. ازاي؟ اقول لي كده اي مثل وانا اقول لك لا، كل حاجه علاقة. حلوه خدوها نسبوها للدين. ايوه ماشي، ما هو زي ما هو زي اللبس اهو، البوركيني ده هو عايز يتحايل على القانون، الدين بيقول لها ما تنزليش وما تعريش جسمك، مش كده؟ ما تنزليش. ايوه. وما تنزليش مكان فيه رجاله، ماشي. هي تحتال على ده بايه؟ انها تلبس البوركيني، مش كده؟ يبقى هي كده بتنفذ الدين؟ هي بتتحايل. او تنزل زي ما هي. بتوفق يعني. فاحنا بنوفق الامانه نوفقها. بتتحايل. والصدق نوفقه. كده يعني. ايوه. يعني اذا كان يعني هل الملحدين من غير اخلاق في مصر مثلا؟ الاجابه كلها يا عم. اجابه اهو، ما عشان اقول لك من اخلاق مش من الدين. هل الملحدين بدون اخلاق؟ هل اليابان اللي بتضرب بيها المثل في الاخلاق هي مالهاش ديانه رسميه بالنسبه لنا، ديانه سماويه؟ ما هي المشكله في الديانه السماويه. ما ماشي، ما عندهمش ديانه سماويه. اليابانيين دول 300 مليون ما عندهمش ديانه سماويه، لكن اخلاقهم عاليه جدا. والصينيين على فكره بيتعاملوا بالانسانيه. الانسانيه يبقى ايوه، يبقى الاخلاق من الانسانيه، مالهاش علاقه بالدين زي ما انا بقول كده. طيب ما الدين بقى بياخدها يلزقها في نفسه. ما لا، اجيب ناس بقى تتخصص الاخلاق، يعني احترم الكبير، ما رجعهاش للاصول الدينيه، سيبها كده يعني، تعلمه الاخلاق وسيبها له كده من غير ما تعصبه يعني. لان اليابانيين احسن اخلاق في الدنيا. وليه ما نكتبهاش كده؟ ليه ما نكتبهاش كده وما ننتبهاش للايات ولا للحاجات دي، سواء مسيحي او مسلم على فكره، واخد بالك؟ يعني ما خليها هي اخلاق انسانيه خلاص. ما بس ما احنا ده اللي بنقوله، خليها اخلاق انسانيه، اخلاق متفق عليها الجميع. لا ايه من الانجيل ولا ايه من القران، واكيد الدين هيبقى ملم بيها. يعني مش ممكن الدين مش هيدعو للامانه وللاخلاق الحميده والاحترام الكبير والصدق وعدم فعل الجريمه، اكيد الدين هيدعو لده من غير التفاصيل يعني. خارج هذا الموضوع بقى، انا نفسي الدوله ترجع احتفال وفاء النيل مره اخرى يوم 15 اغسطس زي ما كان زمان. ده بس اشكر ربنا ان هم يلغوش شم النسيم يا استاذ هاني. عايزين يركوا شباب الاسلام. لا ده هو ده التحدي، ان احنا على فكره الشعب لا يعترف بان شام النسيم مش عيد مصري. كل الناس بتنزل وما تفهمش، وكانهم مسحورين. وليله راس السنه الميلاديه. وليله راس السنه الميلاديه؟ احنا عايزين نرجع ليله راس السنه المصريه. مش عارفين. بالظبط. عايزين ندخل دي حته دينيه هي، بس عايز ادخلها في الثقافه المصريه لانها هتجيب له فلوس. رحله العائله المقدسه ده حدث تاريخي. ده شغل شغالين فيه. حدث تاريخي ولكنه لن يوضع في المناهج، يعني في توصيه بالوضع في المناهج، وان الناس دي يعني ايه استفيد منه اقتصاديا، استفيد من الوضع ده اقتصاديا ازاي. ان شاء الله. لا ده في هنا شغل جامد قوي على موضوع رحلة العائلة المقدسة والاماكن بتتوضب وبتتنظف. انا عارف ان في ابتدى في امريكان يحجزوا رحلات انها متنظمه هناك، وان شاء الله تبقى بادره خير على مصر يا رب. بالظبط. احنا لو عملناها صح اول مره اعتقد انها هتجيب الناس كلها تيجي. علشان اقنع الناس ان احنا عندنا ثروه موجوده في وسطينا لازم ادرسها لهم. في مسلمين ما يعرفوش يا استاذ هاني. في مسلمين لما تيجي تساله على رحله العائله المقدسه ولا عنده خبر. مع انها جت في التلفزيون كتير وفي قنوات غير دينيه. ولا حاجه، هو بالنسبه له ما لا تعنيه. ما هو هو خلاص هو جنب ومميز وعنصر، ويعني قول اللي انت عايز تقوله. عملوا فيه اللي هم عايزينه. انت بقى كوزاره التربيه والتعليم لازم ترجع كل النواقص دي وتكملها. من ضمنها الثروات الحقيقيه في الشعب المصري من رحله العائله المقدسه. فصل في اي كتاب او اعتبره القصه المكرره على كذا وكذا واكتبها بشكل قصه. استاذ هاني في جامعه طنطا اللي حدث فيها الحدث ده من اسبوع واحد، الدكتور خالد منتصر بيقول ان في دكتور في جامعه طنطا
بيقول على سيد قطب اللي هو من أقطاب الفكر الإخواني الإرهابي الشهيد سيد قطب في رسالة دكتوراه. أيوه. طب ما هي نفس الجامعة أهي، هي نفس الجامعة. يا فندم يا فندم، وقالها مع المذيع أحمد موسى على قناة رسمية في مصر. طيب على فكرة مش هو بس يعني، ده ناس كتير قوي بيقولوا شهيد سيد قطب عادي، مع إنه محكوم عليه بالإعدام لرفضه ونبذه لفكرة الوطن نفسه. ناس يعني ناس بتنبذ فكرة الوطن، لازم يتحاكم، دكاترة في جامعة لازم بيعلموا الناس. ما دي مشكلة تانية. دي مشكلة تانية. ده تقنعه ازاي ان في وطن وفي جيش وفي شرطة؟ ده عايز يعني اعداد، لان ده خلاص فكره اتكون. لا لا، ده يا فندم انا ما اقعدش معاه، ده خلاص، ده يعني مساوئه اكتر من ايجابياته، فده لازم يعزل. وده بقى شغل امن الدوله، يشوف الراجل ده قال كده ليه، تعالى يا ابني واحد اتنين تلاته، اشوف اصوله ايه، جاب الكلام ده منين، وابتدي اتعامل معاه، ويعزل من 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 منصبه على طول. سيد قطب ده مش الدوله عدمته يا استاذ هاني؟ نعم. مش اعدم بقرار محكمه من الدوله المصريه؟ طبعا. طيب يعني طبعا. شهيد ايه بقى؟ هو يقول شهيد، ما هو شايفه شهيد، ما هو النظرة مختلفة، ما عشان تعرف ان هو ضد المجتمع لما يقول عليه شهيد. هو ضد المجتمع. خريف جامعة ومدرس في جامعة. ايوه. ايه رأيك؟ طب ده مش محتاج قرار سيادي يصلح؟ لا، ما هو القرار طالع لان هو قال لك هننقي كل المؤسسات من الاخوان وبدون هوادة. ده قال كده، تعالى هيبقى عبرة غيره. كل المؤسسات سيادتك؟ قال كل المؤسسات بلا استثناء. قال بلا استثناء ان شاء الله. يا مسهل عادل، ما تاخدش في حتة تانية يا عادل. لا لا، مش بص يا استاذ هاني، احنا مع بعض انا بتحاور. انا عايز اوصل بمصر الى اعلى مستوى مدني. انا مش عايز انتقد حد. وانا والله يعني انا مش عايز، بس انا بستغرب يعني. في قوانين وفي كل ده وفي قرارات سياديه لا تطبق. الا يعني هو طبعا. يعني هو الطلاق الشافعي يطبق ازاي؟ ده ما بيطبقش في امريكا. ما فيش طلاق شافعي في امريكا، لا شرع ولا غير شرع. ايوه. مش واحد يعني يطلق كده في شافعي في امريكا ويعترف بالطلاق بتاعه، لازم يروح ويبقى في محكمه ويقسم ما بينه. ده شغلانه يعني، يتجوز في ثانية وممكن يقعد يطلع في شهور. بالضبط. وهو ده اللي بيحصل هنا. ما دي قوة الدولة في حماية الحقوق يا أستاذ هاني. قرار سيادي الطلاق الشفهي لا يعترف به. ما بيعترفوش بيه. برافو عليك، برافو. ليه ما بيعترفوش بيه؟ لأن زمان ما كانش في أوراق، فكان يطلق كده ويتجوز كده. لا في ورقة مكتوبة في الجواز ولا بالشهود. مش كده برضو؟ وكان الطلاق بالشهود. وكان اذا البرلمان مطالب ان يقول اذا كان في واحد بيطلق مراته يبقى في شهود ويتم ادراج الطلاق ده رسمي زيه. لو ما فيش شهود يبقى ما فيش طلاق. خلاص، خلصت، انتهت. والله احنا قدامنا فتره علشان نقدر نقاوم ال 40 مدنيه الدوله. لابد من قرارات سياديه لحمايتها يا استاذ هاني، من الاخر خالص. هو ده اللي يعنيني، صدقني ده اللي يعنيني. مدنية الدولة لابد من قرارات سيادية تحمي مدنية الدولة. مدنية الدولة تبدأ من إلغاء المادة الثانية والثالثة من الدستور. وأنا في مظهرين ليها: نزع خانة الديانة من البطاقة، والزواج المدني وحمايته في المجتمع. الزواج المدني لا الكنيسة، أنا قلت لك قبل كده، لا الكنيسة ولا الجامع هيوافقوا عليه. ومش مهم، الدولة لازم توافق عليه. بالظبط. هو انا لما اروح للكنيسه في امريكا هي موافقه على الزواج المدني؟ يا سيدي ما تتكلمش عن امريكا، الله يخليك، انتوا عندكم حاجه وهنا حاجه. في اوروبا هل الكنيسه موافقه على الزواج المدني في اوروبا؟ ابدا. لا، الزواج مسؤوليه الدوله. انت عايز البركه من الكنيسه، روح الكنيسه بعد كده، انت حر.
انا عن نفسي طبعا يا فندم. انا اتجوز في الكنيسه واولادي يتجوزوا في الكنيسه، ده اقتناعات قناعات شخصيه، والمسلم كذلك هو واولاده يبقى في الجامع. انا بتكلم على ما الملحد هو انت والبهائي. هتحصل لك مشكله يا استاذ عادل هنا. ايه ايه هي؟ ايه هي المشكله اللي هتحصل من الزواج المدني؟ ايه هي اول حاجه انا اقول لك، الكنيسه والجامع مش هواك. وليه؟ لانك انت هتخرج من ايه؟ من تحت ايد الكنيسه. انت تدفع 10,000 جنيه دلوقتي عشان تجيب تصريح جواز، واخد بالك؟ يقعد يديك مشوره وما اعرفش ايه وتاجر ايه وكده عشان يسمح لك بالجواز. انما لو عملت الزواج المدني كل ده مش هيبقى موجود. ثانيا، انا ممكن اتجوز واحده مسلمه بالزواج المدني، هتبقى مشكله. والمسلم هيتجوز واحده مسيحيه وانا مش عايز بالزواج المسلمه المدني. تتجوز مسيحي، انا ما مش هو عايز ده ده اللي من هيحصل الزواج بقى. المدني. ما هي دي انا نتائج عايز هذا القرار انقذ يا استاذ 10 عادل. مليون واحد مش عايزين لا زواج المسجد ولا زواج الكنيسه، ما حدش طيب بيتكلم وانا عنهم، بقول لك اهو، ما حدش بيتكلم عنهم. انت مش عايز يا استاذ عادل، انت مش عايز، انما ده اللي هيحصل. ما هي دي نتائج هذا القرار. عشان كده الدوله مش موافقه عليه، والكنيسه مش موافقه عليه، والجامع مش موافق عليه، نرجع لموضوع وهكذا. الفستان، محتاجين قرارات سيادية ايوه علشان تحمي ولادنا، ايوه قرارات سيادية، طبعا. والأمن، اه والأمن ما يلومش الضحية. لا، في الحاله بتاعت حبيبه لا يمكن الامن يلوم الضحيه، خلاص متأكد؟ الموضوع بقى. واذا تعرضت لاي حاجه هي ممكن تعمل بلاغ اخر هل أنت وترفض متأكد؟ التحقيق. ايوه، ما هو لازم بقى نقاوم بقى الموضوع. دلوقتي بقى قضيه راي عام، تمام. وعلينا ان احنا نقف في ظهرها ونتكلم وندافع عنها بنفسنا. يا رب. وقتنا يا رب. خلص يا استاذ هاني، وبنتمتع دايما بالمناقشه مع الله يخليك، في والله انا الحوارات مستمتع معاك جدا اللي يا استاذ عادل. توصل بينا وحاسس ان ان احنا عايزين النقاش مصر فريندلي احسن قوي يعني. واحسن واحسن، بدون ان احنا لا نتحايل ولا نعتدي لا على حريه ولا اديان ولا مجتمع، لكن احنا بنتعدى على القرار التخلفي الريفي اللي بيوصلنا للحضيض، وبيستخدم حريه الانسان فيما ليس له منه اي قدر، يعني بالحريه ممكن يوصل للعبوديه، ودي طبعا يعني منطق مخلوف وحاجات كده صعبه، لكن هي اذا كنت بمنطق الحريه فده الحريه لمختاريها، واحميها بالقوانين، وما ينفعش ان احنا ندي الحريه ونسلبها من الناس مره اخرى. استاذ هاني بنشكرك.